فجأة أعلنت ناريمان زوجة المطرب رامي جمال عن انفصالها عنه بدون ما تكشف عن أي أسباب للي حصل، بعد قصة حب كبيرة بين الاتنين معروفة جدا للجمهور. ناريمان اللي كانت دايما عايشة الحب والرومانسية مع رامي جمال فجأة تنفصل عنه. طب إيه اللي حصل؟ والحب الكبير اللي ما بينهم راح فين؟ وإيه حكاية الأغنية اللي كانت السبب؟ أنا ماريا مجدي وتفاصيل كتيرة هنكشفها لكم في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت مفيش كلام غير عن انفصال المطرب رامي جمال عن مراته ناريمان بعد 8 سنين جواز كانوا دايما بيعيشوا فيهم في سعادة وحب كبير، واللي كانت حديث الناس على السوشيال ميديا. فجأة تحول الموضوع لخلافات وبعد الانفصال. الحب الكبير اللي كان بين رامي وناريمان بدأ من فترة طويلة لما تعرف عليها وهي مطربة شابة كانت لسه بتبدأ حياتها في الغنى، وبعدين دخلوا في قصة حب وقرروا يتجوزوا. اعتزلت وقررت التفرغ لجوزها، خاصة انه شغال في مهنة هي شايفة انها محتاجة اللي يدعمه ويهتم بيه طول الوقت. رامي جمال اللي طول الوقت كان بيظهر هو وناريمان في اماكن كتيرة بيكشفوا فيها عن الحب والرومانسية اللي كانت ما بينهم، لدرجة انه حس بالذنب لما خلاها تعتزل وعمل لها اغنية وطلعها تغني معاه في دايو كان بينهم. وعلى الرغم من ده ان دايما كانت الحياة بين رامي ومراته محطة انظار الناس اللي دايما كانوا شايفين فيها مثال للحب، لغاية لما نشرت ناريمان خلال الساعات اللي فاتت ستوري على انستجرام وقالت فيها: تم الطلاق بيني وبين رامي، أتمنى ليه كل الخير وأتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة، وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة. علشان تعلم من خلال الرسالة دي انفصالها الرسمي عن رامي جمال. لكن ايه اللي حصل وصل الموضوع لكده؟ مصدر قريب من رامي قال لواحد من المواقع الصحفية ان رامي انفصل عن مراته من فترة واتفقوا على الانفصال في هدوء بدون ما يكون في اي خلافات كبيرة ما بينهم، بالذات انهم الفترة اللي فاتت حصلت خلافات خلت ما بينهم الحياة صعبة جدا. الجمهور ربط بين انفصاله الحقيقي ورسالته ليها في عيد ميلادها، واللي قال فيها: يا رب انت عارف ان اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد، كل سنه وانتي اول واخر واحلى وارخم حاجه في حياتي، بفكر اطلقك علشان اخد الدريسنج. الجمهور قال ان الهزار اللي كان بيقوله رامي اتحول لجد، وبالفعل انفصل عن مراته في النهايه. الغريبة ان ناريمان حتى بعد اعلان انفصالها الا انها لغاية دلوقتي محتفظة على انستجرام بكل صورها مع رامي والرسائل الرومانسية اللي كان بيبعتها لها بدون ما حد يعرف ايه السبب. شاركونا برأيكم وقولولنا هل تصرف ناريمان ممكن يكون بداية لعودتهم مع بعض بعد الانفصال ولا لأ؟